روحية، وأن الخلاف قبل الأخير لكنه ليس جبهة هذا ينضم إلى هذه الجبهة وهذا ينضم إلى هذه الجبهة، هذا غير واقعي إطلاقا، والكل شاهد المنتخب اللي كان موجود في المؤتمر أمس. إنما كون أنك تقولي أنه أو يظن البعض أنه جبهتين، هذا ظن ليس له أرضية ولا واقع. لماذا إذا يعني تم توزيع استمارات على الحاضرين؟ نعم، الخلاف اللي ظهر في الهيئة العليا للحزب هذا خلاف فقط الهيئة العليا، وسيتم الانتهاء منه قريبا بإذن الله. البعض تحدث عن استمارات تم توزيعها على الحضور في المؤتمر الصحفي تهدف إلى الاعتراف بالسيد خليفة رئيس للحزب، فيعني هل ترى حضرتك أن هذا الأمر يصب في مصلحة أنا رأب حضرت الصدر؟ هذا الاجتماع ولم أرى أي من هذا إطلاقا، يعني لم أرى شيئا من ذلك إطلاقا. أنت تنفي تماما أن هذا حدث؟ ولا تطرق المؤتمر إلى ذكر من رئيس الحزب. المؤتمر ركز على المصالحة، المؤتمر ركز على ضرورة التمسك الحزب وارتباطه بالدعوة السلفية، ولم يتطرق إلى من رئيس الحزب. شكرا جزيلا. الحزب مقبل على انتخابات عامة قريبا، وبالتالي كلمة من يقوم بعمل هذا لم يتطرق إليه المؤتمر بالأمس. شكرا جزيلا الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الجبهة العليا أو الهيئة العليا لحزب النور. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور بشير عبد الفتاح. يعني أحد الجبهتين كما رأيت تصر أنه لا يوجد خلاف وأن المسألة قبل الاحتواء، والجبهة الأخرى تتمسك بموقفها ولا ترى ذلك. هل نستطيع أن نقول أن حزب النور يسير على طريق أحزاب أخرى سارت فيه قبل الثورة وكان مصيرها التجميد بسبب الخلاف والنزاع على رئاسة الحزب؟ من حيث أنه يسير في ضرب أحزاب مدنية أخرى قبل الثورة تعرضت للانشقاقات والصراعات، نعم هو يسير، ولكن المآلات سوف تختلف. يعني مسألة التجميد التي طالت بعض الأحزاب المدنية قبل الثورة ربما لا تكون متاحة الآن بسبب اختلاف السياق السياسي. نحن في عصر انفتاح، الأحزاب الآن تعلن بالإخطار، ولم يعد هناك لجنة شؤون أحزاب تقرر وتضع الصعوبات والقيود وتتفنن في وقف إصدار الأحزاب، وبالتالي المسار واحد ولكن المآل سيكون مختلف. ظني أن حزب النور سوف يعني يخرج منه أكثر من حزب، ربما لا يكون حزبا واحدا، وإنما ستكون هناك تيارات وأجنحة قد تسفر عن إنشاء بعض الأحزاب السياسية الجديدة، خصوصا وأن مدارس السلفية في مصر متعددة، لا يوجد هناك حالة من الانسجام أو التناغم السياسيين والفكريين داخل التيار السلفي. وهذا يجعلنا نتساءل هل سيبقى حزب نور واحد ولا هنقسم إلى ربما أكثر من حزب؟ ربما يكون أكثر من حزب، وهذه بالمناسبة ظاهرة صحية في الأحزاب السياسية. جميل، ابقى معي دكتور، سأعود معك إلى هذه النقطة أو إلى نقاط أخرى، لكن دعونا ننتقل الآن إلى نقابة الصحفيين لنقل جانب من المؤتمر الصحفي الذي تعقده منظمة العفو الدولية حول إصدارها تقريرين عن حالة الانتهاكات التي تمت خلال حكم المجلس العسكري وحكومات تسيير الأعمال منذ الثورة. فإلى هناك أزياء مدنية يسمون البلطجية على هؤلاء المعتصمين أو المتظاهرين كما حدث في العباسية، ولم تحمي السلطات المتظاهرين، بل بالعكس استخدمت أو انتهكت المعايير الدولية، منها مثلا استخدام القوة المناسبة في التعامل مع حتى مع المظاهرات العنيفة. لا يعني أن مظاهرة بعض عناصر هذه المظاهرة قاموا باستخدام العنف أو ألقوا عبوات حارقة أو استخدموا الطوب، لا يعني ذلك أن دمهم أصبح مباح، بالعكس طبقا القانون الدولي يجب حمايتهم واستخدام أقل درجة من القوة مع هذه المظاهرات التي تلجأ إلى العنف أو المتظاهرين الذين يلجأون العنف، ولا يكون استخدام النار الحي المفدي إلى القتل إلا في الحالة الضرورية القصوى الذي يعني بدونه سيموت أحد. أما ما رأيناه في الفترات الماضية وفي الأحداث الماضية كان غير ذلك بالمرة. الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين هو حق كل المواطنين، وهو الذريعة التي استخدمها المجلس العسكري لفض هذه الاعتصامات والمظاهرات بالقوة والقوة المفرطة. المتظاهرين لم يستخدموا القوة المفرطة، القوة السلطات هي التي استخدمت القوة المفرطة والقوة القاتلة. استخدام الأسلحة النارية في حد ذاتها يجب ألا تلجأ إليه قوات الجيش أو القوات الأمن عامة إلا كحل أخير وفقط للدفاع عن النفس في حالة التهديد الوشيك. أما مجرد ضرب الخرطوش هكذا عشوائيا على الناس أو في أعينهم بشكل مباشر فهذا انتهاك أيضا للمعايير التي نستند إليها في تقييمنا لأداء قوات الأمن. بالنسبة لحماية المتظاهرين،
او التعامل مع المتظاهرين. راينا يعني ثلاث مشاهد يعني لن ينساها احد في احداث مجلس الوزراء والاعتداء على السيدات، جذبهم من شعرهم وجرجر او سحلهم الى مناطق الاعتقال. راينا كيف تم استهداف الاقباط في ماسبيرو لمجرد انهم اقباط، ومطاردتهم في الشارع وضربهم والتعرض لهم. وكذلك راينا في العباسيه كيف تم استهداف الملتحين، وكان الالتحاء هو شبهة في حد ذاتها. هذه فئات مختلفة من المجتمع، ولكنها تعرضت لنفس الانتهاكات في ظروف أو في أوقات مختلفة، وهذه كلها انتهاكات طبعا لحقهم في التظاهر السلمي والتجمع السلمي. بالنسبة للجوء إلى الرجال زي المدني أو ما يسمى بالبلطجية، فيبدو من تقييمنا لما حدث بأن السلطات إما أنها كانت موافقة على ذلك، أو أنها كانت ضالعة في تسليط هؤلاء. طبعا يصعب علينا أن نؤكد إذا كان في أوامر مباشرة أو غير مباشرة، ولكن كان هناك على الأقل رضا من قوات الجيش على الاعتداء على المتظاهرين في العباسية على بعد أمتار أو يعني بضعة مئات الأمتار من مقر وزارة الدفاع. ولا يعقل أن يكون هذا الهجوم لمدة هذه الأيام الطويلة وهذه الساعات الطويلة بدون رضا القوات المسلحة، إن لم يكن تسليطهم المباشر عليها. لن أطيل عليكم. بالنسبة للتحقيقات فيها ما جرى، ضحايا من حقهم أن يحصلوا على العدالة والحقيقة وجبر الضرر. أما بالنسبة للعدالة فهي أما بالنسبة للحقيقة فهي غائبة تماما حتى عن أي محاكمة أو تحقيقات تمت. لن نعرف حتى الآن من هو المسؤول، من هو الذي أعطى الأوامر، من الذي هاجم بالضبط، ومن مثله أمام القضاء. إما مثله أمام القضاء العسكري في حالة ماسبيرو دهس المتظاهرين بالمدرعات، وورد إلينا يعني نبأ أمس عن احد مساعدي وزير العدل بان ثلاث جنود اخذوا سنتين وثلاث سنين سجن. لا نعرف لماذا اخذوا سنتين وثلاث سنين سجن. هل هذا كلام صحيح؟ اين كانت هذه المحاكمه؟ كيف لا يعرف الراي العام المصري ماذا حدث في مثل هذه الحادثه الخطيره ويكون كل شيء في السر هكذا؟ اما بالنسبه لمن قتلوا مثل مينا دانيال وغيره باطلاق الرصاص الحي، فلم يعاقب احد، وكل التحقيقات لم تظهر المسؤولين عن ذلك. بالنسبة لأحداث مجلس الوزراء، فنرى شتان الفارق ما بين التعامل ما بين المتظاهرين أو تعامل التحقيقات مع المتظاهرين وقوات الجيش، قوات الصاعقة وقوات المظلات. 300 متظاهر تعرضوا نزعهم جميعا أو على الأقل الأكثرية منهم إلى التعذيب، كلهم أحيلوا إلى القضاء العادي، قضاء محكمة الجنايات، بتهم متتعلق باستخدام العنف في المظاهرات. أما من رأيناهم بأم أعيننا في المظاهرات وهم يسحلون ويضربون ويعتدون ويطلقون النار وغيره من الانتهاكات، فلم يقدم أحد رغم تصوير كل ذلك على الفيديو، لم يقدم أحد إلى محكمة للمحاسبة، رغم أن المسؤول عن هذه التحقيقات هو قاضي تحقيق مدني وليس عسكري. فهنا هناك قصور أيضا من القضاء العادي في التعامل مع حقوق أو استرداد حقوق وإنصاف حقوق المتظاهرين. أما بالنسبة للعباسية فكل ما حدث هو محاكمات عسكرية جائرة مرة أخرى، كما حدث لعطيلة فترة حكم المجلس العسكري ضد المدنيين، ولم نرى أحد من هؤلاء المعتدين المدنيين أو البلطجية أو المسؤولين عن التعذيب في يوم 4 مايو بعد الاعتداء على اعتصام ماسبيرو اعتصام العباسية، لم نرى أحد يعاقب أو يحاسب على ما فعل. المحاكمات العسكرية، بالنسبة للمحاكمات العسكرية، فنحن كمنظمة العفو الدولية واستنادا إلى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نقف ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، لأن هذه المحاكمات هي محاكمات جائرة لا يمكن أن تتصف بالحيادية أو بالنزاهة.
والحقيقة أن ما زال هناك أعداد من المشاركين في مظاهرة العباسية وهم الآن ما زالوا أمام محاكم عسكرية أو أمام النيابة العسكرية، وهؤلاء يجب أن يتم نقلهم إلى النيابة العادية. أما إذا كانوا تم القبض عليهم لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وتعبير عن التظاهر والمعارضة الحكومة فيجب الإفراج عنهم فورا لأن هم في هذه الحالة سجناء رأي. بالنسبة للمحاكمات للقوات الجيش فنحن نطالب بمحاكمة مدنية للقوات المسلحة لأن المحاكمات العسكرية لا يمكن للقوات المسلحة لا يمكن أن تعطي حقوق الضحايا، لن تكون محاكمات محايدة، ستكون منحازة إلى القوات العسكرية التي ارتكبت هذه الجرائم في حق المتظاهرين كما رأينا في حالة المتظاهرة والناشطة سميرة إبراهيم، كم تم تبرئة الضابط الذي تم محاكمته، وكذلك بالنسبة لجميع الأحداث الأخرى تصف عامة القضاء العسكري بالتسامح الشديد مع قوات الجيش وعدم محاسبتها. فالمطلوب الآن هو محاكمة محايدة وعادلة للقوات المسلحة الضالعة في ارتكاب هذه أو التي ارتكبت هذه الانتهاكات، وهي جزء من التوصيات التي نقدمها إلى الرئيس مرسي والذي قدمناه في أيضا في مذكرة أن تولى الحكم. وستوقف هنا وأعطي كلمة إلى الأستاذ سعيد حدادي. شكرا. فأنا سأتكلم عن التقرير الثاني المعنون وكلاء القمع الشرطة المصرية وقضية الإصلاح. فهذا التقرير يستعرض مناخ الإفلات التام من العقاب الذي تمتعت به قوات الشرطة تحت مبارك وكذلك تحت الحكم العسكري حكم المجلس العسكري. ويركز التقرير على ثلاث أحداث التي ذكرتها حسيبة، أحداث محمد محمود الأولى والثانية وأحداث نايل سيتي تاورز. فهو يسلط هذا التقرير يسلط الضوء على الرد الوحشي التي واجهت به الشرطة المتظاهرين وكذلك نمط التعذيب الذي ظل المعتقلون يعانون منه بسبب ممارسات الشرطة وكذلك التنكر الفاضح لحق القانون أو عفوا لحكم القانون الذي تتسم به سلوك الشرطة. لكن الهدف من هذا التقرير ليس هو استعراض هذه الانتهاكات فقط، بل الهدف منه هو تبيين الضرورة الملحة لإحداث إصلاح جذري لجهاز الشرطة في مصر. فالشرطة كانت ولا تزال حسب تقييمنا وحسب المعلومات التي حصلنا عليها أحد أكبر أجهزة القمع أو قمع المواطنين في مصر. فمنذ ثورة 25 يناير بالرغم من انتهاكات التي تمت لم يكن هناك أي إجراءات جدية لإحداث إصلاحات جذرية لجهاز الشرطة. فحقا كانت هناك بعض تحركات في صفوف ضباط الشرطة أو إنهاء خدمة مجموعة من اللواءات، فهذه خطوة مهمة، لكن كل هذه الخطوات تمت بدون إجراء أي إجراءات تمس بحقوق الإنسان حتى تمكن من عدم إفلات الأشخاص الذي قد يكونون قد تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان كي لا يتم إفلاتهم من العقاب. فخطابات وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على وزارة الداخلية كانت توضح بشكل كبير ضرورة إصلاح الشرطة وضرورة تعامل الشرطة بحقوق الإنسان مع المواطنين، لكن هذه الخطابات هي في من جهة أولى توضح
مدى سعي أو تعبر عن طموحات الشرطة المصرية لاحترام حقوق الإنسان وكذلك الشعب المصري للحصول على شرطة أو قوات شرطة تقوم بإنفاذ القانون وضمان الحريات بدل من شرطة تتعامل كما أنها فوق القانون وبمنأى عن العقاب. فالمجتمع المدني المصري وخبراء العمل الشرطي قدموا مجموعة من الاقتراحات ومشروع قوانين ومبادرات لإصلاح الشرطة، أذكر منها على سبيل المثال توصيات المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة ومشروع تطهير وإعادة هيكلة جهاز الشرطة. فللأسف هذه التوصيات تم التغافل عنها وتستمر قوات الشرطة في انتهاكات لحقوق الإنسان سواء عندما تتعامل مع المتظاهرين أو عندما تقوم بالقبض أو حجز المشتبه فيهم. ففي العديد من الحالات أفلت رجال الشرطة من العقاب أو نالوا عقاب غير لين أو لا يتناسب مع الانتهاكات التي ارتكبوها أو التهم الموجهة إليهم. فالانتهاك الإفلات من العقاب والانتهاكات يسهلها الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يتم فيه العمل الشرطي في مصر. فهناك العديد من القوانين التي لا تتواءم مع التزامات مصر على المستوى القوانين والمعاهدات معاهدات حقوق الإنسان الدولية. فالمؤسسات التي يعتمد عليها في مساءلة الأشخاص الشرطة الذين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان هي مؤسسات أو مؤسسات أخرى التي يمكن أن تقدم أدلة علمية التي يمكن أن تستخدم في إدانة هؤلاء المتورطون في انتهاكات حقوق الإنسان. هي مؤسسات حسب أو في العديد من الحالات يا إما تقاعست عن الأداء بمهامها أو لم تفصح عن كل المعلومات أو الأدلة التي بحوزتها. فالعمل الشرطي هو في مصر يتم في إطار قانوني ومؤسساتي يسهل الانتهاكات ويتساهل مع مرتكبيها. فللدفع بإصلاح الشرطة في مصر السلطات المصرية الآن أمامهم فرصة فريدة لإعادة بناء ثقة الشعب في الشرطة من خلال إجراء إصلاحات كبيرة وشفافة. فمنظمة العفو الدولية من خلال هذا التقرير تطالب الحكومة المصرية بالتصدي لإرث الانتهاكات التي ارتكبها رجال الشرطة في الماضي والبدء بإصلاحات جوهرية وشاملة لجميع الهيئات المكلفة بتنفيذ القوانين بهدف ضمان أن لا يكون أي أحد سواء من قوات الأمن أو قوات الشرطة لأن يكون من فوق القانون، وكذلك إعلان التزام صارح وصارم لإصلاح الشرطة وأجهزة الأمن ومواءمة القوانين الناظمة لجهاز الشرطة وأنشطتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك إنشاء هيئة مساءلة وإشراف مستقلة تتمتع بصلاحيات تشمل على جميع عمليات الشرطة. فما لم يتم اتخاذ إجراءات أو إصلاح جدي لجهاز الشرطة فللأسف انتهاكات الشرطة التي نسمع عنها ونسمع عنها حتى الآن سيتم بدون رادع أو يتم كذلك إفلات العديد من أفراد الشرطة من العقاب. وشكرا. مساء الخير. أنا دلوقتي هتكلم عن أحد الانتهاكات الشرطية اللي كان بيدي سعيد الحدادي بيتكلم عنها. الواقعة دي حصلت يوم 16 سبتمبر من أكثر من أسبوعين، وهي يعني هي ليست الأولى من نوعها. الواقعة دي يعني في نمط متكرر من انتهاكات الشرطة من العنف الشرطي والتعذيب والقتل بغير وجه حق، والنمط ده متزايد في الحقيقة على مدار السنتين اللي فاتوا وتحديدا في الثلاث أشهر الأخيرة.
لكن دي آخر وقعة قمنا بالتحقيق فيها، فأنا هعرض عليكم نتائج التحقيق. الواقعة حصلت في 100 غمر يوم 16 سبتمبر، وبدأت بحملة مداهمات لقوة من قسم شرطة 100 غمر على بعض المقاهي في منطقة مسمى بوش البلد في 100 غمر. حملة مداهمات اتهمت بالعنف، اتسمت أنا آسف بالعنف المفرط، يعني فنتج عنه إن الأهالي اشتبكوا مع الشرطة، رفضوا العنف اللي استخدمته الشرطة في المداهمات. تحديدا في أحد المقاهي، كان يوضع مقهى النزهة، صاحبة المقهى هي سيدة كبيرة اسمها سهير، تعرضت للضرب والسب من قبل أحد ضباط الشرطة، فأولادها كانوا موجودين، وطبعا يعني مرضوش يقف يتفرجوا على والدتهم وهي بتتعرض للضرب والتعذيب، فحصل اشتباك بالأيدي مع ضباط الشرطة، وتم اعتقال عدد كبير من الناس اللي كانوا موجودين على المقاهي، اعتقال عشوائي، وتم اصطحابهم إلى قسم شرطة 100 غمر. بعض الأهالي اتجهوا، بعض الناس اللي كانوا متواجدين بالمقهى اتجهوا إلى قسم شرطة 100 غمر للتظاهر والاعتراض على العنف المفرط وعلى أسلوب قوة المباحث الجنائية. وأحد المواطنين اصطحب السيدة سهير اللي هي اللي تعرضت للضرب، كان اسمه عاطف المنسي، اصطحبها لاسم الشرطة عشان يقدم بلاغ لرئيس المباحث ضد قوة المباحث اللي عملت حملة المداهمات. كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن في نقابة الصحفيين، تعقده منظمة العفو الدولية لرصد الانتهاكات التي رصدتها في تقريرين أعدتهما خلال فترة الحكم المجلس العسكري وحكومات تسيير الأعمال التي تعقبت منذ الثورة. مشاهدينا، أعود إلى الاستوديو مرة أخرى وإلى ضيفي الدكتور بشير عبد الفتاح. دكتور، لو أردنا تعليق من حضرتك على هذه النتائج التي رصدتها، تحدثت عن الأمن من العقاب في ممارسات الشرطة، تحدثت عن حادثتين على وجه التحديد، عفوا، محمد محمود وأبراج نايل سيتي تاورز، كيف تعلق على ما جاء في التقرير من هذه الانتهاكات؟ طبعا هذه التقارير جاءت نتيجة لرصد مراقبين عن قرب وعن بعد لهذه الأحداث. ما من شك في أن التعاطي الأمني وتعاطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع بعض التجاوزات أو بعض التظاهرات التي جرت إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاوز الحد إلى أبعد الحدود، ربما ناقض القانون بشكل أو بآخر. ولكن علينا أن نعترف بأن قوات الجيش المصري وقوات الشرطة ليست محترفة في التعامل مع التظاهرات، يعني نحن شعب حديث العهد بمسألة التظاهرات والثورات وما إلى ذلك. كذلك القوات المسلحة لم يكن من عملها على الإطلاق أن تتعامل مع المواطنين المدنيين بأي وضع، سواء كان في وضع التظاهر أو الاحتجاج أو التفاعل أو ما إلى ذلك. وبالتالي جاءت أخطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوات الجيش نتيجة لعدم الجاهزية وعدم التأهيل للتعامل مع المدنيين في هذه الأوضاع. قوات الشرطة المفروض أنها مؤهلة لهذا الأمر تماما، ولكن كانت أزمة وصدمة أحداث 25 يناير وثورة يناير كانت تلقي بظلالها على أداء الشرطة، وكان هناك أزمة ثقة، وكان هناك يعني أحقاد وأمور مختزنة ما بين الشرطة والشعب أدت إلى هذه التجاوزات. المهم الاعتراف بهذه التجاوزات، ونحاول تلافي تكرارها مرة أخرى. جميل أن يتم رصد هذه الانتهاكات هذه المرة ليس من منظمات حقوقية مصرية ولا من نشطاء سياسيين، لكن منظمة دولية مثل منظمة العفو الدولية الأمينيستي. كيف يمكن لهذا الأمر أن يؤثر على يعني الصورة التي تحاول أن تصدرها مصر لما بعد الثورة؟ لا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا، لأنها مرتبطة بفترة زمنية معينة وهي المرحلة الانتقالية ووضع الثورة والاحتجاجات. من المعروف أن أعتى أجهزة الأمن نعم في العالم، كيف يمكن أن تعزز مثلا طلبات أسر الضحايا بالقصاص، الدعاوى القضائية التي يمكن أن تكون مسوغا قضائيا يساهم في تعزيز موقفهم لو أنهم تقدموا بدعوى قضائية أو ما إلى ذلك، سوف يجدوا من الأسانيد والدعم الدولي ما يساعدهم على الحصول على ما يريدون. ولكن فيما يتعلق بصورة مصر بالخارج، صحيح أن هذه تجاوزات نأمل ألا تتكرر مرة أخرى، ونحن نؤكد عليها ونسلط الضوء عليها، ولكن السياق الذي تمت فيه أعتقد أنه سوف يوضع في الحسبان. يعني في بريطانيا لما حصلت بعض التظاهرات والاحتجاجات والاعتداءات استخدمت قوات الشرطة العنف واستدعت بعض قوات الجيش. طبيعي أن في مثل هذه الأمور ربما لا تمتلك أنظمة عديدة الجاهزية للتعامل مع هذه الأحداث، فيكون هناك مستوى ما من العنف. ظني أنه يمكن أن ندرس هذه الأحداث ونحاول تلافيها مستقبلا، وأن نستفيد منها في تأهيل قوات الجيش والشرطة للتعامل مع هكذا تظاهرات في المستقبل.
سننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع اقتراب فترة 100 يوم من حكم الرئيس محمد مرسي. استطلاعات رأي عديدة الحقيقة بعضها بيبالغ جدا في مسألة الرضاء عن أداء الرئيس، بيصل بها إلى ما يقرب من 70% وربما 90% في بعض الاستطلاعات، واستطلاعات أخرى تنزل بهذه النسبة إلى ما دون ذلك بكثير جدا. لكن لدينا استطلاع أجراه مجلس مركز دعم المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، واللي كشف فيه عن ان 59.8% من المواطنين راضون عن اداء الرئيس محمد مرسي. اولا اليه اجراء هذه الاستطلاعات الى اي مدى حضرتك شايف انها اليه حقيقيه، سيما ان احنا عندنا تجربه قبل الانتخابات الرئاسيه الحقيقه وكان فيها بالذات التصويت الالكتروني بنجد ما يشبه الحشد مثلا من قبل جماعات او احزاب سياسيه، فبالتالي النتائج لا تكون حقيقيه، فكيف نقيم مثل هذه النوعيه؟ الحقيقة ان احنا في استطلاعات الرأي في مصر عندنا مشكلة حقيقية وتجربة زي ما حضرتك تفضلتي سلبية ومؤلمة، ان كافة استطلاعات الرأي التي اجريت من قبل مؤسسات مختلفة من ضمنها المؤسسة التي انتمي اليها لديها مشكلة حقيقية في استطلاعات الرأي، كانت دائما منافية للواقع وبعيدة كل البعد عن ما يجري. لا هرم اظن رفع النسبة يمكن لـ70 بالضبط. وده الحقيقة مش بس من دلوقتي ولكن من اداء الرئيس ولكن في الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية ومن قبلها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية او على الاعلان الدستوري المكمل. الحقيقة ان ده يعني بيطرح سؤال في غاية الأهمية، هو مدى مهنية هذه الاستطلاعات، من بدءا من اختيار العينة، من تحديد الأسئلة، بدءا من عملية الرصد لنتائج هذه الاستطلاعات، تحليل نتائج هذه الاستطلاعات وتحليل ما تفصح عنه الأرقام بين هل تنايا. هل دخول الاستطلاعات الإلكترونية اللي هي يسهل ان المهتم او المؤيد او المعارض هو اللي يختار، هو اللي بيختار الاستفتاء وليس الاستفتاء هو الذي يختاره، هل دخولها على الخط بيشوش احيانا على نتائج هذه الاستطلاعات؟ هو ممكن طبعا يربك، خصوصا ان في استطلاعات الراي تحديدا نحن بحاجه الى الدور اليدوي. يعني مثلا الانتشار والتحرك في مناطق جغرافيه معينه، عشان حتى تكون العينه معبره بشكل جيد يجب ان تشمل كافه اقاليم الدوله المصريه من الصعيد للوادي للدلتا لسيناء وما الى ذلك. وبالتالي نحن اعتقد يجب ان نتعلم درسا مما جرى في الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه، انه نحن بحاجه الى اعاده هيكله استطلاعات الراي بحيث تتم بطريقه علميه وبطريقه مهنيه، بدءا من وضع التساؤلات مرورا باختيار العينة وانتهاء بتحليل الأرقام والبيانات الناجمة عن عملية استطلاعات الرأي. أما بالنسبة للدكتور مرسي والمئة يوم، الحقيقة أنا شايف أنه ورط نفسه حينما طرح فكرة المئة يوم، يعني اقتداء بالضبط اقتداء بالتقليد الأمريكي والغربي، وهو أن الرئيس اعتاد دائما أن يركز على قضية تشغل الرأي العام أثناء الدعاية الانتخابية ويقول أنه خلال 100 يوم سوف يفعل كذا وكذا وكذا. هذه ظاهرة مستحدثة لا قبل لنا بها في مصر، لم تكن متبعة من قبل، ولكن آثر الدكتور مرسي أن يتبع هذا النهج. نعم، وبالمناسبة لم يكن وحده، هذا وعد ومفترض أن يتم المحاسبة. نعم، ولكنه لم يكن وحده الذي تعهد بذلك، جميع مرشحي الرئاسة تقريبا كل واحد اختار له مدة زمنية. أنا افتكر أن الفريق شفيق قال خلال 48 ساعة الأمن هيرجع تاني وخلال مش عارف إيه، كل واحد بدأ يطرح هذا الأمر، هو عهد من الدكتور مرسي وهو يحاسب عليه. ولكن السياق، يعني احنا اولا في امريكا لما الرئيس الامريكي بيقول خلال 100 يوم هعمل كذا وكذا، هناك دوله مستقره من الناحيه المؤسساتيه، هناك دستور، هناك اجهزه امنيه تعمل، هناك فريق وحكومه. هو على كل الاحوال احنا اجرينا بدورنا استطلاع للراي لندعي انه علمي، لكنه على الاقل مجرد استطلاع عشوائي لعينه عشوائيه سنعرضه بعد موجز الانباء. تبقى لدينا العديد من القضايا، القضايا الخاصه باضراب الاطباء، كذلك اضراب سائقي الميكروباصات، وهي ما نتوقف عنده في خلال جولتنا الاخباريه اللاحقه لهذه الجوله. اسمحوا لي ان اشكر ضيفي على الهواء مباشره، اشكر الدكتور بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجله الديمقراطيه بالاهرام، وانتقل بكم الى الدوحه الى موجز الاخبار من هناك. ابقوا معنا.